وأعظم دعاء يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة ذكرت لك قبل قليل هي أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحها إسنادا، فقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي أن هذه أصح الصيغ، وكل ما ورد عليه الصلاة والسلام يصح يجوز، ولكن أصحها ما ذكرت لك. وقبل أن نخرج لنجعلها تحفظ منا، أفضل صيغة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أخونا أبو نظارات أنت بطاقية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. لو قلت على إبراهيم وعلى إبراهيم يجوز، لكن أفضل أن تقول على آل إبراهيم فقط، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أصح الصيغ، قال أحمد وأختارها لأنها أقواها إسنادا. وإن صليت على أي صيغة جاز، فأنت عندما تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم تحبه، فأقرب الناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وامتثالا لأمره وتعظيما لقدره في الدنيا من صلى عليه، وأفضل الصلاة عليه ما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه وهي هذه الصيغة. أما الصيغة المبتدعة كالفاتحة وغيرها هذه الصيغة المبتدعة ومشروعة وليست من دين الله عز وجل في شيء، وكتاب دلائل الخيرات وغيرها كل هذا غير مشروع.